علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ تعود لعهد الملكة حتشبسوت، تلك التي تجمع مصر وسلطنة عمان، وهي العلاقات التي حرصت قيادتا الدولتين ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق على تنميتها في المجالات كافة. من هذا المنطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة سلطنة عمان في يونيو الماضي، وكانت هي الزيارة الأولى منذ تولي السلطان هيثم بن طارق السلطان. أيضا تأتي زيارة السلطان هيثم إلى القاهرة اليوم، وهي الزيارة الأولى والتي وصفت بالزيارة التاريخية إلى مصر في هذا الإطار لمزيد من تعميق أواصر التعاون بين الدولتين. حول مزيد من الملفات التي ستتناولها هذه الزيارة وأهميتها، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم سعادة السفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. بنرحب بسعادتك معنا يا فندم على الشاشة المستقبل. أهلا وسهلا، ويسرني التواصل عبر ناقل الصوت جريدة اليوم السابع، وأنا حريص دائما للتواجد معكم واستعداد لهذه الزيارة وإعطائها ما تستحق كزيارة تاريخية لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة لفخامته لعمان في أقل من عام. وهي فعلا زيارة تاريخية، إذ أنه يعني أول زيارة لجلالة السلطان هيثم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتفتح فصل جديد في سفر العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين. وهذه الزيارة أيضا تأتي في فترة تاريخية مهمة من عمر الأمة العربية وما تشهده من تطورات في جميع المجالات. وحقيقة ما استبشرنا به، ما أفضت إليه القمة العربية في المملكة العربية السعودية، والتي أنهت أعمالها بالأمس، لتؤكد على أهمية التضامن العربي وأهمية يعني التعاون فيما بين الدول العربية. وتأتي هذه الزيارة في هذا الإطار، وتأتي أيضا هذه التحولات وفقا للنهج المشترك بين البلدين في النظر إلى القضايا الدولية وللنظر إلى القضايا السياسية، والتي تأتي في أهمها محددات السياسية التي تؤمن بها كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. وهذا ما جعل من هذه العلاقة مستمرة وثابتة عبر هذا التاريخ، سواء القديم أو الحديث. ما أبرز الملفات أو المحاور اللي هتتناولها هذه الزيارة؟ هو الحديث عن كل ما يهم البلدين والشعبين ويفضي إلى مصالح شعوب البلدين. بلا شك أنه الجانب الاقتصادي والجانب التعاون في مجالات مختلفة، أعتقد أن هذا سيكون محل تباحث بين الزعيمين في لقائهما يوم غد في هذه الزيارة، في إطار هذه الزيارة. والقيادتين حريصان يعني كل الحرص على أن تفضي هذه الزيارة إلى مزيد من التعاون وإلى انطلاقة، خاصة في مجالات التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين الشقيقين. هل في مجالات استثمارية معينة ممكن يكون فيها فرصة أكبر للتعاون بين الدولتين؟ لا شك أنه الملف الاقتصادي والتعاون الاقتصادي هو أهم ما نقوم به حاليا، سواء في سلطنة عمان أو أيضا جمهورية مصر العربية الشقيقة، لأنه الجوانب السياسية متفق عليها وفي تنسيق على أعلى المستويات. إنما تأتي يعني الأنشطة الاقتصادية، ترويج الاستثمار بين الجانبين والنظر إلى الفرص المتاحة بين البلدين، أعتقد هو هذا أهم ما يميز هذه اللقاءات وهذه الزيارة. هناك عدد من الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم التي سوف توقع أثناء هذه الزيارة. إضافة إلى ذلك هنالك ملتقى سيتم بين رجال الأعمال المصريين ووزراء المعنيين في المجال الاقتصادي والمالي. هنالك يعني اتفاقية في مجال الازدواج الضريبي، وهناك اتفاقية أخرى في التعاون المالي، هناك اتفاقية مختلفة في هذا الإطار أيضا. سيكون معالي وزير المالية حاضرا في هذا الملتقى، ويكون أيضا معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أيضا سيكون أيضا معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني، يلتقي برجال الأعمال الذين سوف يستمعوا إلى الفرص والمتاحة في عمان، وإلى التسهيلات، وإلى يعني مجالات التعاون في مختلف أنشطة الاقتصادية في كلا البلدين. وشكرا لك سعادة السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية. بنشكر حضور سعادتك معانا النهاردة على شاشة اليوم السابق. شكرا.